بنما بفضلها تصدر مجموعته المنتخب المغربي بامتياز. البنما افتتحت النتيجة عن طريق والد، ثم العودة جاءت سريعا للمغرب بعد 10 دقائق من هذا الهدف عن طريق بنو مرزوق في الدقيقة 30. بعدها أضاف نفس اللاعب في الدقيقة 40 الهدف الثاني للمغرب، هدفين مقابل هدف في نهاية الشوط الأول. ثم في الشوط الثاني تواصلت السيطرة المغربية لتتبع بهدف ثالث من أقدام الساخي هذه المرة. سنشاهد الهدف الثالث، هدف رائع، هدف جميل، هدف ينم عن الإمكانيات الفردية المتميزة لجل ومعظم اللاعبين الهجوميين في المنتخب المغربي. ثم الشهبار الذي أخذ مكانه في نهاية المواجهة في صفوف المنتخب المغربي يتمكن من اقتناص هذه الكرة العائدة من العارضة ليسجل هدف رابع للمغرب. قبل الختام بدقيقتين يتمكن زوريلا من تذليل الفارق للمنتخب البنمي لتنتهي المواجهة ب4 أهداف مقابل هدفين. إذن فوز مهم للمغرب بالرغم من فوز أوزبكستان في المباراة الأخرى في نفس